زون روج. صاحبك معايا قال لي اكبس عليه شوية. مين ومن اللي موجود معنا تو؟ بيه ضيعت برشا وقت يدن في مسيرتك. وي كانت لازم تكون خير. شنو ما خلياش لازم تكون خير؟ ما في واحد بالطبيعة ديما يغزر روحه غلط. انا هكاك ما عرفش. يقولوا لي ماكش مغلوم برشا بالكور. يا كيك. اسمع فما شكون قال لي الوالدة نتاعك هي مغلوم اكثر منك؟ امي امي تقولي مع شكون كاور ديجا. وانت ما تبعش؟ ليه ولا ليه هكاك عادي نورمال. بليك قلت لي في تيران مش ديما نتخمر لكن ساعات تخرج على النص. اي وقتاش ذكرني؟ خلينا نذكرك مع هشام بالقروي كنت بالكلوب مع السي ابي. شنو صار وقت؟ صغير وقت واحد ضربني. جي ضربني صاحبي ولا تو هشام وكل شيء جا في الاسبيرونس اول ما جا معانا تصم عليه. ضربني وطاح درت له وانا درت هو طاح. خذيت حمرة. خذيت حمرة وقتها و الاربيتر في تونس ماك تعرف ديما. وخرجت كان بعرف سيدي وسيدك. ايه ديما قعدت نغزر شو عملت؟ ما عملت شيء. اما تعرف اللي بيت فيه هنا. اللي بيت فيه انت قدك قدامه هو مع مسألة طويل. ما عملت له شيء. اي هو ايه هو مسألة طويل وانت قدامه. الاربيتر جاي يجري عشان يصفق بكل شيء. اي جاوبنا على ذي. هو انت قدك هو مسألة طويل. وتهدد عليه معناها. تيز. ولا سخون وقتها مكش يعرف اش قاعد تعمل. لا نجمو باه كي تقابلته في الاسبيرونس اول ما جاء. لا صاحبي باهي اي نعرف ومتفاهمين فيها. في ليه نفدلك مع الوليد نقول له ما هو شيء وكل شيء نفدلك. حكيتوا مع بعضكم وقتها؟ اي حكينا بالطبيعه صح. من الاول اول كونتاكت حكيتوا على الحكايه. لا تلف هو نساها زعما زعما. باهي في ماتش اخر مع السي اس اس. سي اس اس اي سي اس اس شو عملت؟ ديما ما عملت حتى مشكله. تفك بحق ضربت مصور. ضربت مصور خذ الرب معز. ايه ايش نوع مش تقول لي عاقل. ايه صاحبي معز واحد يبدأ مثلا انت طبعا يبدأ انا اصحاب انا واحد فردي كيب. ايه تراهم المؤمن بيه يضرب واحد. ايه مشيت تضرب معه. صارت لي فاجأة في بنقردين زاد. من الاول من ديبا بديت. انا ويهاب قاعدين هك قاعدين ولد جايين جايين جميعة بنقردين حاصل وقت نلعب كوب كونتر بنقردين. والله نسيت كوب حصيروا ربحونا هابطوا جمهور للتيرا جاي واحد يجري بجنب ايهاب ضربوا ايهاب. يا اخي مشيت انا نتعارك دورت ما لقيتش ايهاب معناتها ايهاب يعمل مشيت له مستير وينك زرت اول تعارك عمل المشكله وخليك برد ما لقيتوش. باهي الانفيتي نتاعنا منذ جمعتين تيجاني بالعيد قال كلام ما عجبكش. باهي خلينا نسمعوا نفكروا العباد اللي ما سمعتش تيجاني شنو اهم ما قال. جورج ليكانس بخلاف الكوب دافريك هذي ظلمك في كوب دافريك واحدة أخرى ظهر كنت تكون موجود فيها 2015. صحيح بصراحة صحيح 2015 كنت في ديسمبر وقت الكوب دافريك في ديسمبر ولا في جانفي. وأنا كنت ميور بوتور في الشامبيونا وميور باسور في الشامبيونا فهمتني. بون ماكش كونفوكي باهي سي با غراف بار. اما خويا تضرب بالنسبه نحتير انا وقتها مشيت للمغرب فهمتني فاكونس يتضرب بالنسبه بنحتير وصايي مع الصحفيين الكل يكلموني صايي ان شاء الله باش يكلمك وبرشا عباد كلموني صايي ان شاء الله وفرحت انا قلت هاي الحمد لله معناتها من بعد شنو اللي صار لي قبل ضيعت كوب دافريك الحمد لله باش نرجع كوب دافريك معناتها عيط لي هذا مرجايبي بكل احتراماتي ما يستحقش كان مش ما يستحقش بكل احتراماتي اما انا احسن بيتر في الشامبيونا واحسن باسر في الشامبيونا سامحني اذا تبع نسبه نحتير اللي هو ريجيسير اخوي كلمني عيط لي اخويا تبدا في الجروب اخويا ما تلعبش تيتيلير اخويا ابدا في الجروب فهمتني ما عيط ليش وعيط ادم رجاي بوقتها وكاو اد بون عدي هلو هذا نحسبه ما يعرفش يحكي بالعربي وكاو قلت لي قبيلك ما عجبتنيش اي نورمال ما يحكيش هكاك وكاو هو بون يمكن اقصد اللي ما كومش نفس البوست ولا ما حسيته ما عرفش يحكي بالعربي حتى كي بعد قلت له خالك مع كل احترامي قزمك حسيته اي ما تتقالش وكمان مش قول شيء ما ينجمنيش هو بالكلام بيان سور معناها انا مش قول شيء تو سامحوا بالزاف وين سامحوا عادي ليه سلمت حتى كي تقابلنا قبل نسلم عليه وكل شيء عادي معناها حتى مشكله بيننا لا عادي نقول هو قالك هيك
فهمت. في مخه ترى قلت لي قبل حاب نجاوب عليك، جيت لهنا قلت لي ندمت ولا دموع. انا كلا شيء انا فادلك معه في الشارع عمل لنا اللي قدام العبد اصحاب انتم عندكم اصحاب صح امريكي طفل عاقل ديجا وطفل عاقل اي ناس مليح روحوا ليه امريكي طفل باهي.